يا صباح الخير والجمال والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يسعد صباح حضراتكم جميعا بكل الحب والخير إن شاء الله. النهاردة بنجدد لقائنا معاكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفة ومتنوعة من صباح البلد. هنكون من دلوقتي على مدار ساعتين على الهواء مباشرة، وإن شاء الله فقراتنا كلها تحوز على إعجاب حضراتكم. النهاردة 23 سبتمبر 2022 24/1444 هجرية. ما أقدرش أقول أي حاجة تانية بعد التاريخ، أقول على طول يسعد صباحك يا نهاد. صباح الله عليك يا نهاد. الحقيقة أنا بستنى كده تصبحي عشان اعرف التواريخ مظبوطه هجري وميلادي. الحقيقه صباحك يا رب فل كده زي الحلاوه اللي انت فيها النهارده دي. صباح الفل على كل اللي بيشوفونا على صدى البلد. حلقه جديده من صباح البلد كده، معانا فقرات كتيره ومتنوعه زي ما هند لسه قايله لكم. بس خلوني سريعا افكر حضراتكم بصفحتنا الرسميه على الفيسبوك اللي هتظهر قدامكم على الشاشه، ودايما بننتظر تواصلكم. وهنتكلم بقى في حاجات يعني مهمة، حاجات مهمة جدا تمس كل أم حقيقة وكل بنت وكل ست في مصر. خلينا نبتدي كده نهاد النهاردة حلقتنا ببيت شعر كلنا حافظينه ومذاكرينه من زمان قوي ومصدقينه جدا. بيت الشعر ده بيقول إيه؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. البيت الشعر ده إحنا ليه بدأنا بيه النهاردة؟ لأننا محتاجين نأكد على إن تمكين المرأة والارتقاء بدورها والتأكيد على أهميتها في المجتمع في كل المجالات خاصة في التعليم والعمل باعتبارهم ضمن أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة. كمان في الإطار ده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أعلن امبارح تسليط الضوء أي على هذا الموضوع من خلال تقرير البنك الدولي الصادر الشهر ده سبتمبر 2022، واللي أشار فيه إلى الارتفاع الكبير اللي شهدته مصر في السنوات الأخيرة من نسب ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي. نتيجة لإيه؟ نتيجة لارتفاع عدد خريجي المدارس الثانوية والنمو في عدد السكان في سن المدرسة والجامعة، بحيث إن ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم العالي من 2 مليون و700 ألف طالب ل 3 مليون و200 ألف طالب. مش بس الأرقام دي مفرحة، كمان من المتوقع إن شاء الله إنه يرتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي من، هنقول بالنسب المرة دي، من 31% في عام 2014 إلى ما يقرب من 39% في عام 2025 إن شاء الله. الحقيقة أنها نسب مفرحة جدا. التقرير كمان أشار لنقطة مهمة، أن نسبة التحاق الإناث بالتعليم العالي وصلت ل 55% في الجامعات الحكومية من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي. وده لو بيعكس شيء، وكل الأرقام اللي احنا قلناها لحضراتكم في البداية دي فهو بيعكس التقدم المذهل في إقبال الإناث خلال السنوات الماضية على التعليم. طبعا لو بنتكلم عن دور المرأة فدورها مهم جدا في المجتمع، وإحنا هنا ما بنكونش أبدا متحيزين. المرأة هي اللي بتصنع أجيال المستقبل، بتزرع فيهم حب الوطن والانتماء، كل القيم والأخلاق النبيلة، يعني باختصار كده بتزرع فيهم كل حاجة حلوة. علشان كده مش مبالغة أبدا إننا دايما بنقول إن المرأة هي نصف المجتمع. وخلوني بقى أقول بصراحة، يعني هي مش بس نصف المجتمع، ده هي يمكن تكون أكتر من نصف المجتمع. ليه؟ لأنها ببساطة بتأثر في النصف التاني، في النص التاني من المجتمع تأثير كبير جدا. هي اللي بتنشأ أجيال مهمة جدا إنها تبني المستقبل لقدام ان شاء الله. والحقيقه يعني احنا ما بنكونش متحيزين يا نهاد، بس دي يعني دي الحقيقه والواقع. ان المراه المجتمع كله بقى، لو ده تحيز فانا متحيزه. مظبوط. لا فعلا يا هند، يعني الام هي مش مجرد كلمه، الام هي اساس يعني مجتمع كامل. خلوني كده اقول لكم ان الاهتمام بيها بيكون يعني معناه الاهتمام ببناء المجتمع وبشخصيه الانسان اللي بينشا وبيكبر في المجتمع ده. كمان الحقيقه المراه يعني زي ما كنا لسه بنقول وهند بتقول هي نص المجتمع، ده ما بقاش مجرد كلام زي ما احنا بنقول كده، لا ده بقى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بداية هذا العام أظهر أن عدد السكان الإناث بالداخل تجاوز 48.5 مليون نسمة. عشان كده المرأة هي يعني حرفيا كده نصف المجتمع. كمان بالإضافة للي قالته هند من شوية، التقرير اللي تحدث عنه مركز المعلومات أشار إلى التقدم الكبير اللي تحقق في مسألة المساواة بين الجنسين في التعليم العالي، فبالنتيجة ارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور من حملة الشهادات العليا من 7 إناث لكل 10 من الذكور، ده في عام 2015
ل 12 من الإناث لكل 10 من الذكور في عام 2017. عشان كده التقرير اعتبر الارتفاع في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي إنجاز، لكنه في الوقت نفسه تحدي مالي ولوجستي، لأننا أكيد محتاجين أكتر من 4 ملايين مقعد لطلاب التعليم العالي، وده بحلول عام 2025. مركز المعلومات أشار أن التقرير البنك الدولي تناول إطلاق الحكومة المصرية عدة مبادرات بتهدف لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي وتحسين الجودة ومدى ملائمة القطاع لاحتياجات سوق العمل بشكل أفضل. خلينا كده نتمنى كده كل التوفيق يا رب للمرأة دايما يا رب، ويعني ربنا يقوي كل أمهات. أكيد أكيد، يعني هادي يقويكي ويقوي كل الأمهات في مصر بلدنا الغالية. ودايما بنقول إن بالعلم والمعرفة بتحيا الأوطان، وإحنا عندنا تقدم هائل جدا في افتتاح العديد من الجمعيات الأهلية وزيادة عدد الجامعات التكنولوجية، وفي إقبال عليها كبير جدا، ويعني تحيا مصر دايما بشعبها، وتحيا مصر بستاتها الجدعان اللي دايما مشرفينا في كل المجالات وفي كل المحافل الدوليه. والحقيقه يعني نقدر نقول ان عصر المراه دلوقتي هو عصر ذهبي، يعني حقيقة. الحمد لله تمكين المراه كما يقول الكتاب يعني، وهي تستاهل. اكيد اكيد، وكانت محتاجه الفرصه أكيد. والحمد لله الدوله مدياها اكبر فرصه دلوقتي. الحمد لله. طيب خلينا بقى نروح نشوف فقراتنا ايه النهارده. كالمعتاد عندنا فقرات متنوعه ان شاء الله. البدايه هتكون مع ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، هيكون معانا فيها الدكتور ممدوح اسماعيل وكيل كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. اما بقى هند، فقرتنا الثانية هتكون إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية، واللي هيتم الإعلان عنها غدا الأربعاء، ودي من الأمور المهمة في تشجيع العقول على الابتكار ومنح أصحابها الحقوق. وهيكون ضيفنا دكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية. موضوع مهم جدا إن شاء الله نتابعه في فقرتنا الثانية. أما فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين مع حضراتكم هتكون فقرة طبية، هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة، وهيكون معانا فيها الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال وزميل يونيفرستي كوليدج لندن بإنجلترا. ده كان استعراض سريع لأهم ملامح وفقرات يومنا. خلينا دلوقتي بقى نبدأ مع حضراتكم حلقتنا ونشوف يا ترى إيه آخر أخبار حالة الجو، وإحنا خلاص يعني كلها كده يومين ونبتدي فصل الخريف رسميا ينهي. تعالى يلا بينا يلا بينا. تعالوا بينا نروح نتعرف على حالة الطقس النهاردة. بتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، أما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبتنشط أرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تعالوا بينا كده نروح نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض محافظات الجمهورية. نبتديها مع بعض بالعاصمة القاهرة اللي هتكون العظمى فيها 31، أما الصغرى 24، اسكندرية 29-23، اسماعيلية 32-23، الدقهلية 31-23، الغردقة 35-25، أما المنيا 34-20. بالنسبة كمان لبعض العواصم العربية والعالمية، فدرجة الحرارة في الرياض هتكون العظمى فيها 41، أما الصغرى 25، فأبو ظبي 40-31، أنقرة 26-9، لندن 19-9، واشنطن 29-16، وأخيرا بكين اللي هتكون العظمى فيها 27، أما الصغرى 11. بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على حالة الجو ودرجات الحرارة، خلينا نشوف بقى يا ترى ايه اخر اخبار اسعار العملات كده والذهب النهاردة يوم الثلاث. والبداية دايما بتكون من اسعار العملات وسعر الدولار الامريكي اللي بيسجل النهاردة للشراء 19.35 جنيه، اما البيع 19.46 جنيه. اليورو بيسجل للشراء 19.33 جنيه، اما البيع 19.44 جنيه. الجنيه الاسترليني بيسجل للشراء النهاردة 22 جنيه وقرش، اما البيع 22 جنيه 14 قرش. الريال السعودي بيسجل للشراء 5 جنيه 14 قرش، والبيع 5 جنيه و17 قرش. الدينار الكويتي بيسجل للشراء 62 جنيه 64 قرش، أما البيع 63 جنيه وقرش.
نروح بقى لأسعار الذهب ومقارنة كده بامبارح تعاملات الأمس امبارح يوم الاثنين، فهنلاقي ان في ارتفاع طفيف في يعني أسعار الذهب. هنبدأ مع حضراتكم بعيار 18 اللي بيسجل النهارده 959 جنيه، أما عيار 21 فاستقر عند 1119 جنيه في حين ان هو كان امبارح 1116 جنيه. عيار 24 بيسجل النهارده 1279 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب بيسجل النهارده 8952 جنيه في حين ان هو امبارح كان 8928 جنيه. فزي ما قلت لحضراتكم هو ارتفاع طفيف في أسعار الذهب. مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدنا أن يكون معانا النهاردة في فقرتنا دكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دكتور ممدوح بتنورنا. أهلا وسهلا. أهلا بك. هنبتدي جولتنا بالاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري السيد سورين سوكو، بحضور السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد هاني النادي ممثل المجموعة في مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن. وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفي ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى الممر الملاحي لقناة السويس الذي يمثل الشريان الأساسي للتجارة العالمية. شهد الاجتماع أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك، لاسيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية. دكتور ممدوح، يعني متهيألي الاجتماع ده مهم جدا، واجتماع يعني له أبعاد كثيرة، سواء بقى بنتكلم على إنتاج الطاقة الخضراء، يمكن في متن الخبر في وسطه بنلاقي انه الموانئ بقت موانئ مصر بتصنف بالموانئ الحديثة، يعني ودي يعني تصنيف اعتقد انه جديد علينا، هي ليست فقط بمينا لكن مينا حديثة. ايضا اتجاه مصر لاستعمال الوقود النظيف وانتاج الهيدروجين الاخضر ليس فقط في المجال الداخلي، ولكن احنا بنتكلم على سفن، ومصر بتستعد لقمة المناخ، شايف ده بالتزامن مع قمة المناخ ازاي؟ وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو لو بنضع خبر يعني او عنوان لهذا الخبر الحقيقة هيبقى شراكة وعي. الحقيقة انه قيمة هذا الحدث من عدة جوانب. اولا قيمة الشركة نفسها، طبعا شركة ميرسك الدولية هي شركة دنماركية، هي اكبر شركة دولية في مجال نقل الشاحنات والحاويات. الحقيقة هي بتعمل في أكتر من 116 دولة، لأكتر من 370 مكتب، بنتكلم في 31 ألف موظف وأكثر. بالتالي هي شركة عملاقة بكل ما تحمله الكلمة في مجال النقل البحري. بجانب أيضا أن مؤسس الشركة ديت بالرجوع يعني إلى بعض التطورات التاريخية، بنجد أن هو أصلا اللي ابتكر أسلوب نقل الشاحنات نفسها بحريا. كان في السابق قبل الخمسينيات كان الشاحنة بتبقى عبر البر، والبضائع هي اللي بتنقل من البر إلى البحر، إنما نقل الشاحنة نفسها بحريا فيما يعرف بفكرة الحاويات أو الكونتينر، ده كان المبتكر لها هو مؤسس شركة ميرسك. وبالتالي كل هذه الحقائق والبيانات بتؤكد أننا أمام شركة عملاقة وأمام شركة دولية كبرى. وبالتالي مثل هذه الشراكات مع شركات بهذا الحجم وفي مجال بهذا التخصص يكون له فوائد عدة وعوائد كبيرة جدا في مجال تبادل الخبرات، في مجال نقل الأفكار، التدريب وبناء القدرات، اللوجستيات ومجالات الابتكار المختلفة.
وده الحقيقة يعني أنتج في أغسطس الماضي كما أشار رئيس الهيئة قناة السويس، هيئة قناة السويس طبعا نعم. اللي هو أسامة ربيع الفريق أسامة ربيع طبعا أشار إلى نقطة مهمة جدا، أنه في أغسطس الماضي نتكلم في شهر كان في اتفاق تعاون في مجال مهم جدا، وهو زيادة مساحة الأرصفة في شرق بورسعيد اللي بتحمل الحاويات الخاصة بالشاحنات كيلو. الزيادة ديت معناها زيادة الشاحنات، زيادة الحمولات، فرص عمل، دعم اللوجستي كبير جدا. فبالتالي ضخ مثل هذا الأرقام، نتكلم في نص مليار زي ما قلنا دولار، ده ثمار اقتصادية مهمة. امبارح بقى بالأمس طبعا يضاف إلى كده بقى استثمار أكبر في مجال جديد وهو الوقود الأخضر. الاستثمار يتعدى 15 مليار دولار. طبعا الاستثمار ده عن طريق شركة ميرسك ولا بالشراكة مع مصر؟ يعني أفهم يعني الحتة الشركة بما لها من خبرات في هذا المجال هتستثمر هذا الرقم، وبالتالي مصر هتستفيد استفادة كبرى ببناء قدرات جديدة. طبعا لما بزود الـ او بستبدل الوقود الاحفوري بوقود اخضر ده معناه عدة فوائد. الفائدة الاولى موضوع الانبعاثات وظاهرة الاحترار، لانه الغازات الاحفورية بتزيد درجة حرارة الارض عموما، وده اللي انتج ظاهرة تغير المناخ وهو اللي انتج كل المشاكل البيئية اللي بنتكلم عنها. فبالتالي الوقود الاخضر في مسألة الانبعاثات وظاهرة الاحترار هو ضئيل جدا. دي نقطة. النقطة الثانية ده انعكاساته طبعا على مجال الصحة غني عن البيان، وفي مجال كثافة الرأس المال البشري الوقود الأخضر أكبر، وبالتالي بيزيد فرص العمل. حتى في مجال التكلفة اللي كان هو التحدي لدى هذا الانتقال من الوقود الأحفوري للوقود الأخضر، مع التطور التقني الكبير بدأت التكلفة تقل، وتاليا التقلبات هتبقى ناحية الغازات الأحفورية أكبر. وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من الفوائد من الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الوقود الأخضر، ناهيك عن مجال مهم زي مجال النقل البحري. وبالتالي عوائد كبيرة جدا حينما تأتي مثل هذه الأفكار وهذه الاتفاقات وهذه البروتوكولات مع يعني استعداد مصر لاستضافة حدث ضخم زي الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر القادم إن شاء الله في شرم الشيخ، فهي رسالة قوية بأن مصر ليست فقط لإعداد تقارير أو أوراق في المؤتمر، ولكن بتدشين شراكات حقيقية ومشروعات كبرى تفيد طبعا ده على المستوى المحلي. ثم أنه المؤتمر طبعا معروف أنه سوف يتناول قضايا إقليمية خاصة القارة الإفريقية التي تعد من أكثر البلدان ضررا من موضوع تغير المناخ، بجانب الأبعاد الدولية التي يئن منها كل دول العالم. صحيح. وبالتالي الحقيقة حدث مهم بنسني على هذه الشراكات اللي هي سمت القرن 21 وسمت الحوكمة والدولة الجديدة. بس هي شركة ميرسك، يعني خليني أقول أنا كنت بشوفها يعني هي موجودة في مصر، لكن هل لا ممثل، هي شركة ليها ممثل لكن ما كانش ليها لسه نشاط. يعني طبعا في تعاون في السابق، لكن كان في تعاون طبعا لان انا كنت بشوف ميرسك بقراها وانا ماشيه يعني بالزبط. فكنت بشوف ده بس ده هذا الاجتماع بيدل انه النشاط خد منحة اقتصادي اكبر بجانب البعد البيئي طبعا. نعم. طيب الخبر الثاني ايضا خبر مهم جدا، امبارح لقاءات السيد الرئيس كانت في غايه الاهميه. الخبر الثاني عن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الهندي السيد راجاناث سينج، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته الى رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندارا مودي، مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي
خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات. أنا شايفة أن الخبر ده مهم جدا لأنه له أهمية استراتيجية، هذا اللقاء تحديدا بالنسبة للهند، لأنه الهند تعتبر دلوقتي خلينا نقول ثالث اقتصاد في العالم. يعني الهند تعتبر من الدول صحيح الناشئة بس هي اقتصادها كبير، زائد ان التكنولوجيا عند الهند تكنولوجيا متطورة جدا، والجيش الهندي والهند ليها كدولة الهند ليها مواقف قوية جدا. أهمية هذا اللقاء استراتيجيا يا فندم؟ وطبعا ايضا لو بنضع عنوان لهذا اللقاء بنقول لقاء الاصدقاء زي ما حضرتك اشرت في الخبر. الحقيقه العلاقات بين مصر والهند علاقات تاريخيه زي ما اشار فخامه الرئيس وممتد، يعني منذ يمكن العقدين الاول والثاني في القرن الماضي دول عدم الانحياز، لا ده بعد الحرب البرد، لكن خلينا حتى نرجع وقت الحركه الوطنيه. نعم. والتوافق في الرؤى للاستقلال عن الاحتلال البريطاني ولدعم الوحده الوطنيه واللقاءات الممتده بين زعيم ثوره مصر سعد زغلول والمهاتما غاندي في الهند، ثم تاليا زي ما حضرتك اشرتي فيما بعد الحرب العالميه الثانيه وظهور الحرب البارده والمعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وتنشا حركه عدم الانحياز والاباء المؤسسون لها اربعه منهم مصر والهند، والعلاقات بين الزعيم جمال عبد الناصر ونهرو بجانب طبعا اندونيسيا ويوغوسلافيا اللي هم الاطراف الاخرى في يوغوسلافيا سابقا بالضبط زعيم تيتو. الحقيقه هم يعني من الاباء المؤسسين لهذه الحركه المهمه. تاليا ايضا حتى لو في بنتكلم في السنوات الاخيره بعد يعني يونيو 2013 وتأييد الهند لخارطة الطريق التي وضعتها الدولة المصرية وتأييد للمواقف والزيارات المتبادلة، كل هذه الأمور بتدل على علاقة وثيقة وعلاقة تاريخية وممتدة. تاليا حينما نتحدث عن دولة بهذا الاقتصاد القوي زي ما حضرتك أشرتي وعلاقات تاريخية، فتحدث حالة من الشراكة في مجال مهم ايضا زي المجال العسكري ومجال التقني والتصنيع العسكري ونقل التكنولوجيا وتوطينها، دي مساله في غايه الاهميه. دي سياسه عامه للدوله، التوطين مساله عامه سياسه عامه للدوله. احنا طبعا بنتكلم على النقل، ان انا هستفيد تبادل خبرات، نستفيد ونقل التقدم البرامجي والتقني الى اخره، لكن تاليا هو الاهم بقى توطين هذه الصناعة بزيادة المكون المحلي في الصناعات دي. توطين مهم جدا في خدمة الاقتصاد الوطني، بيفيد في فرص التدريب وبناء القدرات، في تقليل الواردات وبما لها من أثار اقتصادية في العملة والصعبة إلى آخره، في فرص التوظيف وتقليل البطالة، في نقل الخبرات ما بين الشركاء المحليين حتى القطاع الخاص والجامعات الأهلية والمجتمع المدني مع الحكومة. جملة الحقيقة من المزايا، لابد التأكيد على موضوع التوطين في هذا اللقاء مسألة مهمة جدا. طبعا تكييف النقل التقدمي الخاص بالتقني مع البيئة المحلية دي مسألة في غاية الأهمية. فظني أنه مثل هذه اللقاءات مع دول بهذا العلاقات الممتدة وبهذا التقدم يعني ينعكس على اقتصاد الدولتين، وطبعا مصر في هذا الإطار يعني تنتهز كل هذه الفرص والشراكات، لأن زي ما قلنا ده سمت الحوكمة الجديدة. دكتور ممدوح، يعني عايزة أتكلم شوية سياسيا، يعني هل ما نشاهده الآن تشكيل جديد للتكتلات في العالم؟ يعني احنا عارفين موقف الهند من الحرب الروسية اليوكرانية، والهند واخدة الموقف يمكن من أوائل الدول اللي هي
بقت بتتعامل مع روسيا رغم العقوبات الاقتصادية. هل ما نشاهده الآن في التحركات حول العالم، ليس مصر فقط ومصر جزء مهم في العالم، هل نشاهده الآن بداية تشكيل شكل جديد للتكتلات الاقتصادية، التكتلات يعني خلينا نبقى واضحين، يعني عالم القوى الأوحد أو القوى العظمى ما بقتش مش يعني شايفين إنه هو في خلال السنوات القريبة مش هيبقى موجود، هيبقى فيه أكثر من قوى وأكثر من تكتل في العالم. هل دي مؤشرات وهذه التحركات، وزي ما بقول ليست مصر فقط ولكن العالم، وخاصة أن مصر جزء مهم في العالم يعني؟ هو طبعا يعني الأزمة الروسية الأوكرانية الحقيقة أظهرت عدة أمور. يعني هو حينما انتهت الحرب الباردة في 1989 وتم يعني التبشير بنظام دولي جديد قائم على التعددية وعلى قيم الضبط، الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون والقواعد الدولية ودور المنظمات الدولية الكبرى وعلى رأسها الأمم المتحدة وقيم العدالة وعدم التمييز والنزاهة ومكافحة الفساد إلى آخره والكفاءة والفعالية، كل المنظومة المتعلقة بهذه القيم اللي احنا بنسميها قيم الحوكمة، يعني تم التبشير بهذا النظام والقيم هتحل محل القوى العسكرية إلى آخره. لكن الحقيقة انه الأزمة دي بتبقى يعني اختبار آخر وظاهرة أخرى تكشف انه القوة لازالت يعني محل اعتبار، وانه يعني على سبيل المثال لما أمريكا لا تصنف روسيا بعد كل هذا النزاع ضمن التنظيمات الإرهابية، ده تحسبا لما يمكن أن يكون رد فعل من الجانب الروسي، ده بيؤكد على أنه يعني في فلسفة جديدة وفي يعني أطر جديدة نعود منها أيضا اختلاف في المواقف. يعني لما الجانب الأوكراني كان متوقع دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي أو من نيتو ويكتفى بدعم مالي ودعم عسكري، لكنه عضويته في الاتحاد الأوروبي أو في النيتو تأخذ يعني جدل كبير وتنتهي إلى لا شيء. أيضا حينما الجانب الروسي يتوقع أنها نزهة ولا تكون كذلك، كل هذه المفاجآت وكل هذه الاشتباكات بتؤكد أنه الأزمة الروسية الأوكرانية بما أحدثته حتى من أثار اقتصادية رهيبة على كل دول العالم، هي أزمة على يعني وضعت العالم على المحك، وضعت الفكر الدولي الجديد على المحك، واختبار صعب. ظني أنه لابد من يعني عدة جهود حتى يعني تنتهي هذه الأزمة، لأنه يعني المسألة في غاية الخطورة. احنا بدأنا نتحدث عن مخاطر في المجال النووي ونستعيد كارثة تشيرنوبل في منتصف ثمانينات القرن الماضي، بدأنا نتحدث عن الشتاء القادم وأزمات كبيرة جدا سوف تحدث. يعني جملة من الاشتباكات لابد أن تصفو النوايا، أولها طبعا الأطراف المباشرة في الصراع، لأنه زي ما بنقول دايما يعني لن تكون أطراف أخرى ملكية أكتر من ملك، يعني لابد الأطراف المباشرة أن يعني تحدد نقاط للنقاط الالتقاء المباشر ونقاط مشتركة للتفاوض حولها. فيعني هي أزمة يعني بكل معاني الكلمة، هي أزمة محورية أفرغت أفكار جديدة ويعني شبهات جديدة على النظام الدولي الذي بشر به بعد 89. نعم. طيب تعال نشوف بقى حاجة تانية برضو، حدث بيحصل في العالم تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخبر بيتكلم عن لقاء وزير الخارجية سامح شكري أمس الاثنين مع كل من أنيكن هويتفيلد وزيرة خارجية النرويج ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالتي أيان بورغ، وذلك في مستهل زيارتي لنيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء مع وزيرة الخارجية النرويجية تناول أيضا التعاون الثلاثي القائم بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي النرويجي
التنفيذي لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى الدعم النرويجي للمشروعات والبرامج التنموية في مصر. وفيما يتعلق بلقاء وزير خارجية مالطا، أوضح السفير أبو زيد أن الوزيرين رحبا بالتقدم في تكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة والدفع قدما بتعزيز مكالات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث رحب شكري بتوقيع على الاتفاق التأسيسي للشبكة التعاونية المتوسطية لصناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية وصندوق إيبي فرانس الفرنسي في مارس الماضي. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته مشيرا إلى أن لقاء السيد وزير الخارجية مع الوزيرين النرويجي والمالطي تناولت العديد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث حظي الملف الليبي وملف الهجرة غير الشرعية وقمة المناخ بقدر كبير من المناقشات مع وزير خارجية مالطا، وكانت فرصة مناسبة للسيد سامح شكري لاستعراض الموقف المصري تجاه الوضع في ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت، فضلا عن استعراض الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. كما تناول اللقاء مع وزيرة خارجية النرويج سبل دعم القضية الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية على العديد من الدول. بدأت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشقة رفيع المستوى. يمكن نشاط السيد وزير الخارجية كان يعني نشاط مكثف، لكن خليني من ملاحظتي في قراءة هذا الخبر أنه برضو خلينا واضحين أنه العالم الآن بقت الدول بتتكلم مع بعضها البعض في مشاريع تنموية، مشاريع استثمارية من خلال الصناديق السيادية الخاصة بكل دولة والشراكات بين الصناديق السيادية للدول. هذا التعاون شايفه ازاي؟ ولماذا تلجأ الدول الآن لمثل هذا التعاون من خلال الصناديق السيادية؟ أنا بتكلم على مختلف الدول. هو طبعا الخبر بيحمل عنوان توحيد البوصلة، لأنه الجانب النرويجي والجانب المالطي الحقيقة هم في علاقات تنموية وشراكات كبيرة جدا مع الجانب المصري. الجانب النرويجي قوة هذا اللقاء من رئاسة النرويج للجنة مهمة جدا اسمها اللجنة الدولية للمساعدات الفلسطينية المؤقتة، وديت بتقدم دور مهم جدا في القضية الفلسطينية طبعا بجانب الدور المصري التاريخي والمحوري في القضية. فتوحيد الرؤى في هذا المجال هو الذي يعطي أهمية للقاء. الجانب المالطي أيضا في قضايا مشتركة مع الجانب المصري فيما يتعلق بالهجرة الشرعية أو القضية الليبية، بجانب طبعا الحدث يعني ذو الزخم بقى اللي هو قمة المناخ، في حاضر بقوة في كل هذه اللقاءات. طبعا قضية الشراكات التنموية مع استحداث وتفعيل فكرة الصناديق السيادية بتكون مسألة في غاية الأهمية. الصندوق السيادي المصري في الأونة الأخيرة يعني مشروعات ضخمة جدا، شراكات كبيرة جدا، إدارة احترافية عالية جدا، وبالتالي عقد اتفاقات تعاون مع صناديق مشابهة ومع بنش مارك أو مقارنة مرجعية مع كيانات اقتصادية كبرى بيزيد من القوة الخاصة بالصندوق اللي بيعول عليه في التنمية الاقتصادية ومفردات تنعكس على المواطن المصري بشكل كبير جدا. أيضا الأزمة الليبية كما جاء في الخبر بما فيها من اشتباكات وأمور كثيرة على المحاكم، الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية والحكومة الشرعية والتنظيمات الإرهابية الموجودة والتدخلات الأجنبية، كل هذه الأمور هي قضايا تستدعي التنسيق. الجانب المالطي هو في شراكة كبيرة جدا ودايما بيشيد بالعمالة المصرية الموجودة في مالطا وبيثني على الكفاءة والالتزام إلى آخره، وبالتالي دعم
هذه العلاقات بينعكس على فرص عمل خارجية، أيضا جوانب اقتصادية واجتماعية كبيرة. مالطا عضو في الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي له دور كبير جدا في الأزمة الليبية، وبالتالي حينما يتم التأكيد من الجانبين على تكثيف دور الاتحاد الأوروبي في فض هذه الاشتباكات الموجودة في الحالة الليبية تكون مسألة مهمة. وبالتالي اللقاءات أيضا يبدو أنه الأخبار اليوم كلها في إطار الشراكة وعلاقات وتبادل مشروعات إلى آخره، وبالتالي ده يعني مسائل في غاية الأهمية في التنمية الاقتصادية وفي الدولة الجديدة. خلينا نقول أنه الدول الأوروبية من أكثر الدول اللي بتعاني، خاصة جنوب أوروبا، من الهجرة غير الشرعية. يعني حضرتك لما كنت بتتكلم على ليبيا، ما هي دول أوروبا بتعاني أيضا من الهجرة غير الشرعية، زائد أن أوروبا برضو من أزمة الروسية اليوكرانية يمكن هي من أكثر الدول اللي هي برضو يعني اتهزت اقتصاديا، يعني الدول طبعا الأوروبية مهزوزة اقتصاديا. هل هذه الشراكات وكل ما يحدث هو برضو إعادة ترتيب أوراق؟ خليني أقول أنا شايفة كله دلوقتي كل دولة بتحاول بتعيد ترتيب أوراقها من جديد. وطبعا يعني بالفعل هي محاولات لحل الأزمة أو للتعامل معها، لكن نقول مرة تانية وتالتة الجهود نحو الحل المباشر للأزمة هو المطلوب، الأطراف المباشرة، لأن في الأخير لن تستطيع الدول الأوروبية أو غيرها أن تستمر في التكيف مع تداعيات الأزمة. الحل هو التعامل مع الأزمة ذاتها، بذل الجهود من خلال المنظمات الدولية لحل الأزمة جذريا، الوصول إلى نقاط مشتركة. الجانبين يعني الروسي والأوكراني نفسهم يشعرون حاليا أن في خسائر، في جملة من المخاسر تجعل أرضية مشتركة مطلوبة وموجودة، فبالتالي لازم وجود توجه بالأساس إلى هذا. يعني كل جانب ينظر في ورقته زي ما بنقول أو بيصف ورقته استعدادا للشتاء أو غيره من أمور هي ده مطلوب، لكنه ليس هو الحل الجذري. الحل الجذري تعامل مع سبب المشكلة، ابذل الجهود. مثل هذه اللقاءات طبعا وفرصة، هو بنتكلم لسه على أسبوع هو الرفيع المستوى في تحت مظلة كيان دولي كبير زي الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني في تحديات كبيرة وفي يعني جدل حول دورها الفاعل إلى آخره، لكنه مثل هذه الأمور واللقاءات الثنائية واللقاءات على هامش اجتماعات الجمعية، مسؤولون على أعلى مستوى، المسؤولين دول ورؤساء ورؤساء حكومات وشخصيات دولية مرموقة، كل هذه الأمور قد هنا ليست للتقليل، يعني تؤتي بثمار في الحلول. احنا بنتكلم على فرصة للاستعدادات لقمة المناخ، لكن أيضا فرصة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الرهيبة اللي بيعاني منها العالم حاليا. قبل ما اختم يعني بعد اذنك دكتور ممدوح، هل نحن في حرب باردة ام حرب عالمية؟ تصنفها ايه؟ انا بتكلم على العالم، وضع العالم دلوقتي تصنفها ايه؟ وطبعا كلمة الحرب الباردة يعني هي بنتكلم في الاربع عقود ونص التي سادت فيها، هي كانت حرب لانه بين طرفين على طرف نقيض، المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي السابق وكل بقى الافكار اللي فيها التدخل الدوله في كل شيء، دور محدود للقطاع الخاص الى اخره، الحزب الواحد، الزعيم الواحد، الراي الواحد، الاعلام الواحد، بينما الطرف الاخر التعدديه ودور محدود للدوله ودور الفرد ودور القطاع الخاص والليبراليه والراسماليه. فالطرف النقيض الصراع موجود، فهكذا تسم بالحرب، لكنه لم يرتقي الى مواجهه عسكريه مباشره، لانه كان هيبقى مواجهه نوويه وكنا يعني طبعا العالم لن يستطيع ان يتحمل مثل هذه الحرب، خاصه انه كان لسه بيئن من تداعيات الحرب العالميه الثانيه. فمن هنا سميت الحرب البارده. فاستنساخ المسمى فيما يحدث حاليا يعني يكون ربما محل يعني نظر، لانه احنا في صراع وفي ازمه، لا نستطيع ان نسميها حرب بارده، لا نستطيع ان نسميها حرب عالميه، لكنها أزمة عالمية تستدعي الجهود، وهناك فرص للتفاوض
وهناك فرص لنقاط الالتقاء. ظني انه لابد ان تخلص النوايا حتى تؤتي الثمار يعني. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ممدوح اسماعيل وكيل كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه. دلوقتي هروح لفاصل وبعد الفاصل عندنا فقره مهمه جدا عايزين نتكلم فيها عن مصطلح ابتديت تسمعه دلوقتي، الاستراتيجيه المصريه للملكيه الفكريه. ايه الملكيه الفكريه وايه الاستراتيجيه المصريه بتتضمن ايه؟ انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام غدا ان شاء الله الاربعاء هتشاهد مصر مناسبه تاريخيه مهمه وهي اطلاق الاستراتيجيه المصريه للملكيه الفكريه. من المميز في هذا الموضوع الهام انه بيتزامن اطلاق هذه الاستراتيجيه مع قمه شرم الشيخ للمناخ، واطلاقها في هذا الوقت بيعتبر من الامور المهمه لنقل الاستثمارات والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن هذه الاستراتيجية المعنية بالملكية الفكرية سيكون لها دور في تشجيع العقول على الابتكار وأيضا منح أصحابها الحقوق. وتعتبر هذه الاستراتيجية رسالة مصر للعالم بأنها تهتم بالملكية الفكرية والتي من الممكن أن تفتح أبوابا للتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن. تعالوا نفهم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ الدكتور فرج الخلفاوي أستاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية. يعني أستاذ فرج أنا دكتور فرج عفوا أنا فرحانة أني موجودة مع حضرتك لأن في حاجة مهمة قوي عايزة أفهمها. أنا شخصيا عايزة أفهمها، أنا قريت الخبر ده من كام يوم وما كنتش فاهماه. إيه هي الملكية الفكرية؟ اولا يعني اسعدني ان انا ابقى مع حضرتك ونقدر نبين بس فكره بسيطه عن الملكيه الفكريه واهداف الدوله في الحصول ليها. ولكن خلينا في مقدمه لقائنا بس نشكر القياده السياسيه السيد الرئيس ان هو اطلق المبادره دي في التوقيت ده، لان احنا بنطالب باحبايه حقوق الملكيه الفكريه والتوعيه بيها في مجتمعنا من فتره كبيره جدا، فكويس الحمد لله احنا دلوقتي على الطريق السليم والطريق الصحيح. اما بالنسبه للملكيه الفكريه ده علم بيحقق تريليونات الدولارات لشركات واشخاص ومؤسسات ودول بيقوم اقتصادها بس على حاجه اسمها ملكيه فكريه. ازاي بقى؟ هقول لحضرتك. الملكيه الفكريه هو ابداع اي فكر عقلي للانسان. اي حاجه حضرتك ممكن تبتدعيها او تبدعي فيها او تبتكريها ده هو الملكيه الفكريه. تستحق الحمايه لان ابداعك وفكرك اللي خارج من عقلك وخارج من ابتكاراتك ده بيبقى ليه مقابل مادي يستوجب الحمايه. خلينا اقول مثل بسيط وبعد كده نتطرق للملكيه الفكريه. لو بصيتي حضرتك على اقتصادات الدول العظمى دلوقتي هتلاقي نسبه كبيره من اقتصاداتها هو قايم على الملكيه الفكريه. لما اقول لك في دوله عندها تطبيق بيساوي 44 مليار زي مثلا تطبيق تويتر لما إيلون ماسك حب يشتريه كان ثمنه التسويق 44 مليار دولار. لو انا قلت لك ان في دول ممكن تعد 20 دولة الاحتياط النقدي بتاعها مجتمعة لا توازي هذا المبلغ في الوقت ان فكرة تطبيق على السوشيال ميديا اسمه تويتر يساوي 44 مليار دولار. فيبقى احنا فعلا في امس الحاجة اللي احنا نحمل الملكية الفكرية. نشأت الملكية الفكرية عموما في 1995 كان اول تواجد ليها على ارض الواقع في اتفاقية ضغطت الدول الكبرى العظمى لتمريرها. رفضتها كتير من الدول النامية لأن الدول العظمى هي صاحبة الابتكار وصاحبة الاختراع وصاحبة البداية وصاحبة التطبيقات وصاحبة الأفكار وصاحبة الابتكارات، فمن مصلحتها أن هي تحمي استثماراتها عشان لما أجي أستثمر في دولة نامية يبقى أنا عندي القدرة أو عندي القانون الدولي اللي بيحكم استثماراته بيحميها في الدولة النامية. كتير من الدول النامية رفضت بس تحت حجة أن الدول دي غير مهيئة ومش هي المبتكرة، هي مجرد دول مستهلكة ومستخدمة للسوشيال ميديا فبتدفع. فبالتالي مش من مصلحتها اللي انا اعمل حمايه للمنتجات دي في الدول بتاعتنا. يعني هنقول ايه؟ هنقول مثلا احنا عندنا في ازمه فيروس كورونا عندنا شركات حققت تريليونات ومليارات بمجرد ان هي ابدت ان هي عندها مصد للفيروس، مش مصل للعلاجه، ده مصل ان هو بس يحد من انتشاره. شركات كتير سمعنا عنها من ضمنها فايزر وشركات تانية كتير حققت مليارات في اسبوع واحد مجرد بس اعلنت على الفكره ما نزلتش المنتج، يعني بدات تتعاقد لاعلانها ان عندي توصلت المنتج
هو ده الملكيه الفكريه اللي احنا بنتكلم عليها وهي دي اللي احنا بنستخدمها. اي شركه انترناشونال او شركه مالتي انترناشونال هتحب تستثمر في دوله ناويه، بدايتها لازم أن تكون الدوله دي بتحافظ على حقوق الملكيه الفكريه عشان اقدر اضخ عندك استثمارات بالمليارات، عشان اقدر احط اسم المنتج بتاعي لا يقلد ولا يزور ولا يقرصن ولا حد يختاله. طيب خلينا نقول نشأتها ايه. نشأتها في 1995 انضمت مصر لمنظمة التجارة الدولية. منظمة التجارة الدولية دي انشأتها دول العظمى والأمم المتحدة علشان تسهيل التجارة، وكانت بدايتها جات لو احنا بنسمع عنها اللي هي فتح الحدود وتخفيض المعاملات الجمركية عشان نبقى نعمل سيولة للتجارة الدولية. ما لسه اتفاقيه الجهات شغاله؟ شغاله يا فندم، شغاله، وانتج عنها ان احنا عملنا منظمه التجاره العالميه اللي احنا كمصر دوله طيب. عضو فيها. مع 1986 بدات الدول العظمى بقياده امريكا ان هي تستشعر ان هي عندها من الابتكارات ومن الاختراعات ومن التكنولوجيا ما يستوجب الحمايه، فبدات تضغط بكل ما قدرت من قوه في جوله اورجواي في منظمه التجاره العالميه عشان نبدا نعمل حمايه ونعمل تقنين دولي، تقنين دولي ومعاهده دوليه تحترمها العالم وتبقى مطبقه في كل الدول سواء الناميه او العظمى عشان تسهيل تكنولوجيتها تقدر تبيعها. في 95 وفقت ان هي في مراكش ان هي توقع اتفاقيه من ضمن الاتفاقيات اللي وقعت ضمن مظله تجاره منظمه التجاره الدوليه اسمها اتفاقيه التريبس، اتفاقيه الجوانب المتصله بالتجاره او حمايه حقوق الملكيه الفكريه، معترف اختصارا باتفاقيه التريبس. ببساطه جدا اتفاقيه التريبس دي قسمت حقوق الملكيه الفكريه وألزمت الدول إن هي تعمل حماية للحقوق الملكية الفكرية ضمن الاتفاقية. يبقى الدولة احنا عندنا أنواع الاتفاقيات الدولية نوعين، اتفاقية ذاتية التنفيذ واتفاقية غير ذاتية التنفيذ. اتفاقية التريبس من اتفاقيات غير ذاتية التنفيذ، بمعنى إن الاتفاقية حضرتك مجرد ما دولة توقع على اتفاقية هي أصبحت منضمة للاتفاقية وتنفذ بنودها وتلتزم بالحقوق اللي فيها والواجبات اللي عليها. ولكن اتفاقية التريبس من اتفاقيات اللي هي خصوصية اللي استخدمتها الدول العظمى عشان توصل لمبتغاها، جعلتها اتفاقية غير ذاتية التنفيذ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الدولة اللي هتنضم للاتفاقية يجب ان تعدل تشريعاتها الداخلية لتتوائم مع الاتفاقية، فأصبح لزاما على كمصر او لأي دولة هتخش في الاتفاقية ان هي تعمل تشريع مستقل لحماية حقوق الملكية الفكرية يتوائم مع الاتفاقية. الاتفاقية بتدي ايه؟ هي بتجبر الدول النامية اللي هي ما كانتش عايزة انها بشكل غير مباشر. ده مش بيديهولك فور فري، ده بيديهولك صحيح اجبارا عشان يحمي استثماراته يحمي ابتكاراته، لان هو المصنع وهو المبتكر وهو المخترع. ده الاسلوب المعتاد يعني. هو ده الاسلوب، يعني انا بعتبر ده احتلال من نوع خاص. نعم، يعني احتلال وهيمنه للاسواق العالميه من نوع خاص. هو بيفرض عليك قوانين. خلاص طالما عايز تغير تشريعاته هو بيفرض عليك شروطه. الدوله المصريه كانت بتحمي حقوق الملكيه الفكريه قبل الاتفاقيه بعده قوانين، قوانين مثلا 57 لسنه 39 1939 بقانون علامات البيانات التجاريه، قانون رقم 132 لسنه 49 ده قانون براءه الاختراع، قانون حمايه حقوق المؤلف 354 لسنه 54، فاحنا كنا في مصر فعلا عندنا قوانين بتحمي حقوق الملكيه، ولكن في نطاق ده ان هو ايه؟ لو انت اعتدى على حق الملكيه الفكريه بتستوجب التعويض. نعم، بس احنا دايما ده سؤالي، ان الملكيه الفكريه دايما كان بيجي قصه، روايه، سيناريو، لحن، اغنيه، هو ده الملكيه الفكريه، لكن دلوقتي المفهوم بقى عام واشمل، بقى اكبر من بكتير من هذا الجزء اللي حضرتك كنت بتتكلم مصر بتطبقه. صح. صحيح؟ صح. هقول لحضرتك الاصعب من كده ان احنا هم قسموا، يعني احنا في مصر لما بدانا ننضم للمؤسسه خدنا 5 سنين فتره سماح عشان نعمل تشريعاتنا، فانضمينا وعملنا قانون رقم 82 سنه 2002. احنا عندنا تشريعات دلوقتي لحمايه الملكيه الفكريه. طبعا من 2002 عندنا تشريع موحد، وقبل 2002 كان عندنا تشريعات، بس ايه؟ تشريعات غير ملتزمه بالاتفاقيه الدوليه بتاعه التريبس. ولكن بعد التريبس في 95 لما ظهرت بدا احنا نعدل قوانيننا، فالدول العظمى اعطتنا الدول الناميه اعطت فتره سماح بحيث ان هي تقدر توفق اوضاعها وتعمل تشريع موحد. فاحنا في 2002 عملنا تشريع رقم 82 لسنه 2002. هقول لحضرتك احنا بيقسموا الملكيه الفكريه لجزئين عشان تبقى حضرتك النقطه بتاع معاليك. الجزء الاول هو الملكيه الصناعيه والملكيه الادبيه والفنيه. الجزء الثاني الملكيه الصناعيه بتشمل ايه؟ بتشمل براءه الاختراع، بتشمل معلومات غير المفصح عنها، بتشمل نماذج المنفعه، بتشمل تخطيطات الدوائر المتكامله، الدوائر اللي هي بتستخدم في الاجهزه الكهربائيه. نعم.
العلامات التجارية والبيانات التجارية بتشمل المؤشر الجغرافي، بتشمل الرسوم والنماذج الصناعية، حجم المؤلف والحقوق المجاورة. ده كان من ضمن الاتفاقية اللي أضافتها جديد، يعني نعرف حق المؤلف اللي هو الكاتب والمؤلف القصة وصاحب السيناريو. أضافوا ليها حاجة أكتر، قال لك فنان الأداء اللي هو مين؟ اللي هو ممكن يعازف، اللي هو مؤدي، اللي هو كومبارس. أي أداء فيه إبداع لأي عنصر فني أو أدبي بيحمى. مش كده وبس، قال لك كمان ده احنا هنخش على حاجة أعظم وأهم، احنا هنعمل حاجة لحماية الصنف النباتي. قال لك الصنف النباتي ازاي؟ قال لك ما في بعض الأنواع النباتية اللي بتبقى اللي احنا بنزرعها عندنا أحيانا بياخدوا بذورها ويزرعوها في مكان تاني. يعني في مثلا كان قضية عندي شهيرة من فترة، بيزرعوا نوع من أنواع العنب بيزرع في أمريكا وكندا على مستوى العالم 3000 فدان، فبعتها الدول خدته وبدأ يزرعه في دولة واحدة كانت بتزرع 5000 فدان، أصبح المنتج بتاعه بقى مهدد. لا دلوقتي بحماية حقوق الملكية الفكرية هو ليه حق الحماية. ومش كده وبس، ده الحماية كمان اللي أعطاها اتفاقية التريبس وأعطتها الاتفاقية الدولية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية أعطت سنوات كتيرة جدا، تصل لمثلا في براءة الاختراع 20 سنة، في العلامة التجارية 10 سنين، فحق المؤلف. يعني مثلا حضرتك معلش عشان برضو الدنيا تبقى واضحة، القطن المصري طويل التيلة مثلا، ده كان حاجة من الحاجات اللي هي معروفة انها في مصر، ويمكن هو دلوقتي بقى قليل شوية نتيجة انه المصانع كتير، وقيل الله العالم انه تم اخذ بذور القطن المصري طويل التيلة وبقى بيزرع في دولة اخرى. تمام، هل ده حقيقي؟ يعني انا بقى كده عندي حق الملكية الفكرية لنوع البذور ده لهذا النوع من هقول لحضرتك في حاجة عندنا في الملكية الفكرية اسمها المؤشر الجغرافي. معنى بسيط للمؤشر الجغرافي هو لو انا قلت لك على منتج بعينه تقدر تقولي ده بيتصنع دولة كذا، لو قلت لك جبنة روكفورت تقولي ده بيتصنع في دولة كذا، قلت لك في نوع من انواع السيارات تقولي بيتصنع في مواقع كذا، قلت لك في نوع من اربع انواع البرفانات تقولي ده الدولة الفلانية هي اللي بتصنعه، لو قلت لك القطن المصري تقولي دي في مصر اللي بيصنعه. ليه؟ ده اسمه المؤشر الجغرافي، وحتى ده ما سلمش من حقوق الملكية الفكرية واصبح خاضع ليها. فاصبح اي مستثمر، اي دولة، اي شركة بتفكر تستثمر في اي مكان لازم أن تبصوا نقطة مهمة جدا وما تغفلهاش، الدولة دي بتحمي حقوق الملكية الفكرية ولا انا هنزل استثمر واعمل مصانع واعمل خطوط انتاج واعمل واحط ابتكارات واسجل عندها ابتكار بمليارات الدولارات في الوقت اللي انا تاني يوم ممكن الاقي شركة بتاخد علامة تجارية تضربها او تاخد المنتج بتاعي تقلده. فاصبح الوضع خطير. مش كده وبس، دعاته كمان مدد طويلة للحق المؤلف. يعني حق المؤلف مثلا قال لك ان حياه طول حياه المؤلف وخمسين سنه بعد وفاته. يعني انا لو عامل كتاب وانا عامله افضل الكتاب ده محمي طول حياتي، وبعد ما يتوفاني لا اقعد خمسين سنه محمي. طب بعد الخمسين سنه بيسقط في حاجه اسمها الملك العام، تقدر اي حد ياخد الكتاب يطبعه ينقحه يعمل فيه اللي هو عايزه. ده حلو، انا انت وصلت لي النقطه اللي هي مين بقى الأجهزة الرقابية اللي مسؤولة عن حماية الملكية الفكرية؟ يعني لما تحصل حاجة مين الأجهزة الرقابية اللي مسؤولة عن ده؟ تمام، لأن احنا بنتكلم دلوقتي دوليا، احنا ما بنتكلمش حاجة داخلية، فأنا أكيد عندي أجهزة الرقابية اللي هنا اللي تتعامل مع الخارج. تمام، لو احنا قلنا حقوق الملكية الفكرية هتتخطى أعداد كتيرة، يعني براءات وعلامات وحق مؤلف وأصناف نباتية. الاستراتيجية اللي أطلقها الرئيس الجمهورية دي من أهم مميزاتها إن احنا نقدر كمقترح نجمع حقوق الملكية الفكرية كلها في مكان يسجل مكان واحد. بمعنى إيه؟ إن حقوق الملكية الفكرية كل حق من الحقوق ده ليه مكان تسجيل ومكان حماية. يعني ما تقولي براءة الاختراع والدوائر التخطيطية المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، أقول لحضرتك دي أكاديمية البحث العلمي، حضرتك هي المسؤولة عن تسجيلها وحمايتها. طب ما تقولي حق المؤلف، أقول لك وزارة الثقافة والمجلس الأعلى وزارة الثقافة والمكتب الدائم لوزارة الثقافة. طب لما تقولي لي علامات تجارية، أقول لك والله إحنا عندنا علامات تجارية بنسجلها في وزارة الداخلية، في وزارة التموين والتجارة الداخلية. طيب بتقولي لي التطبيقات الإلكترونية، ودي هي بقى دلوقتي هي زي ما بيقول الورقة الراجحة لكل حقوق الملكية الفكرية، لأن برامج تشغيل الكمبيوتر، البرامج اللي موجودة كلها على الكمبيوتر، تطبيقات التكنولوجية اللي بينها وبين الدول، يعني في صراعات بين الدول وبعضها بتصل لخسائر دولة مثلا زي أمريكا في السنة، كان آخر حاجة كنا ممكن نتوصل إليها في 2017 كانت خسائر أمريكا من حقوق الملكية الفكرية لقرصنة الصين ليها كان 600 مليار دولار في السنة. سمع سمع الرقم؟ طيب لما تقولي لي لما دخل برنامج وبيتباع لي صح؟ ده الأصلي ولا المضروب؟ بالظبط، يعني لدرجة إن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي
وامريكا، لو انت حضرتك داخله بلابتوب بتاعك قبل وانت داخله المطار بيبقى عنده من انواع الكشف عن الجهاز اللابتوب اللي معاك عشان يعرف النسخه اللي موجوده عليه نسخه ديجيتال ولا نسخه مقلده، ولو حضرتك نسخه مقلده بتدفعي غرامه على اللي انت تحيز نسخه مقلده. طيب خلينا نرجع نقول، طب مين اللي بيحمي؟ قلنا الاصناف النباتيه بيبقى وزاره الزراعه، مكتب حمايه الاصناف النباتيه ده في وزاره الزراعه، فاصبح كل حق من حقوق الملكيه الفكريه ليه مكان بيحميه وله شروط بتحميه وله رسوم لحمايته. فاصبح الاستراتيجيه دي من اهم اهدافها ان احنا نحاول نجمع الحقوق دي كلها وان في مكان واحد بشروط واحده بطريقه حمايه فعاله وفي انفاذ لحمايتها. مش عشان احنا كمان مش عشان نحمي الشركات الانترناشونال مالتي انترناشونال ويحققوا ارباح، لا، عشان انا كمان اساعد المخترع والمبتكر المصري ان هو يبدع. ليه؟ لان هو احنا بيصادفنا ايه؟ بيصادفنا مثلا لما يجي لك مخترع مصري يقول انا عايز احمي براءه اختراع وانا عامل براءه اختراع دوائيه. علاج مثلا هيعمل خشونه، طيب حاضر ماشي، بس بيبقى عنده تخوف ان الاختراع والابتكار ده حد ياخده ويقدر يطبقه تاني، لان من شروط براءه الاختراع اللي انت بتفصح كامل، عندك افصاح كامل عن المخترع بتاعك وتكتب بنوده وتكتب مكوناته عشان اديك حمايه ليه، عشان اديك حمايه ليه من الدوله. فاصبح الافصاح عن الاختراع مقابل الحمايه. فيقول لك طب انا خايف افصح عن الاختراع، ليه يا فندم؟ يقول لك ما انا خايف افصح عن الاختراع الاقي الصبح واحد واثنين وثلاثه بتاني. اقول له لا، في اماكن كتيره بتحمي اختراعاتك، تقدر ترجع عليه بالتعويض، تقدر يعني تعمل عليه اجراء تحفظي اللي انت توقف انتاجه وتسيطر على مصنعه وتاخد الادوات اللي بيستخدمها، تقدر تاخد تعويض العادل، تقدر تمنع ده كله من السوق، وتقدر يعني يبقى ليه مردود مادي جد كبير جدا. طب دي انا عايز افهم نقطه معينه دكتور فارق بعد اذنك. يعني انا مثلا اخترعت اختراع ما، والاختراع ده مثلا شركه من نقول دواء تمام، وشركه من شركات الادويه ابتدت يعني تتداول معايا ان احنا ممكن ايه ناخد الشركه دي ومش الشركات الكبرى. يعني هل انا مخترع هذا الدواء اجي اسجله في حمايه الملكيه الفكريه ده غير بسجله، يعني اسجله الاول عشان اقدر اروح فحمي نفسي، ولا لما تحصل لي مشكله؟ يعني هل لما اخترع الحكايه وابتدي ممكن الناس تبقى عايز تاخد الاختراع ده اسجل، ولا لما تحصل مشكله؟ بص يا فندم، ببساطه جدا احنا بنقول العربه ام الحصان. لا، مجرد ما اختراعك يبقى انت خلاص اتاكدت وعملت التجارب وفعاليته موجوده اول حاجه بتسجله. واصبح نظام التسجيل عندنا بسجله عندكم ولا بسجله في الجهه اللي تابعه ليها؟ هقول لك معلش، ان دلوقتي انت بتكلميني في عندنا نوع من نوعين من التسجيل. ايوه، تسجيل وطني وتسجيل انترناشونال او تسجيل دولي. أيوة. التسجيل الوطني بيتسجل في مكتب البراءات الوطني اللي موجود، نعم، في مصر تبع مصر. طب انا لو حبيت اتعامل بالمنتج ده في دوله عربيه او خليجيه او دوله اوروبيه او اي دوله في العالم، اصبح النظام عندنا المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الوايب، ودي المنظمة اللي بينضم ليها أكثر من 192 دولة بتخضع لرقابتها وحمايتها وتوعيتها بحقوق الملكية الفكرية، عملت سيستم اسمه بي سي تي اللي هو إيه؟ براءات التعاون الدولي أو التعاون الدولي لتسجيل البراءات. النظام دوت بيمكن أنا كمخترع وأنا موجود في مصر أقدم طلب دولي للدول اللي أنا عايز أحمي فيها كل اختراع وأنا موجود في مصر، أروح مكتب البراءات المصري أقول له أنا عايز أعمل حماية للطلب بتاعي في مثلا في أمريكا في كندا، فأحدد له كل الدول اللي أنا عايزها، فبيعمل لي تحديد للدول دي وبيعمل لي حماية لي في الدول دي وأنا موجود في بلدي. فأصبح الموضوع أسهل من مكان، يعني ما عندكش عذر إن أنت تحمي منتجك. ما ينفعش تطرح منتج ويبقى ليه قابلية ويبدأ الناس تتداول عليه وفي الآخر انت ما حبيتوش، فأي حد ممكن يجي يحميه يقول لك أنا عندي الأسبقية وعندي اللي أنا بستخدمه وعندي حتى العلامات التجارية. العلامات التجارية دي قصة تانية. الشركات ما بتحسبش أصولها الثابتة بما تملكه. يعني مثلا لو قلنا شركة مرسيدس عندها مثلا مليون عربية وعندها 50 مصنع وعندها 20 مقر، كمان من ضمن الاصول الثابته لشركه مرسيدس او شركه ابل او شركه اي شركه ممكن حضرتك تيجي تصينه، بس مش عايز اتوسع في ذكر اسماء الشركات، بتعتبر من الاصول الثابته لشركتها هي العلامه التجاريه. يعني مثلا هي ابل تنفع تبيع شركتها من غير العلامه؟ لا طبعا، لا، ده هو بيعمل تحديث لعلامته التجاريه وسعرها سنويا. صحيح. يجي يقول لك السنه دي انا علامتي التجاريه هتساوي مثلا 200 مليار، السنة بعدها 250. ليه؟ لأن عدد العملاء على مستوى العالم اللي بيستخدموا الماركة بتاعته هي أعلى. طيب لما احنا بنقول إيه؟ أنا عندي موبايل آيفون وموبايل أندرويد،
سامسونج، ليه ده ب 3000 جنيه وده ب 40000 جنيه مع ان الاثنين بيقدموا نفس التطبيق ونفس المحتوى ومفيش فروق شاسعه؟ هي تبقى العلامه التجاريه. انا ماسك ابل، انا ماسك سامسونج، فكل حاجه بتقيم بقيمه علامتها التجاريه. دكتور فرج انت وقعتني في مشكله، عامل كميه اعلانات دلوقتي لا حصر لها. يا فندم نتشرف. يعني هي طبعا حاجة مهمة جدا، وأكيد في الأول وفي الآخر هي حماية ليك عزيزي المبتكر، يعني طبعًا. هي في الأول وفي الآخر حماية ليك. أنا وقتي للأسف خلص، وكنت عايزة أكمل في حتة العلامات التجارية، لأن احنا عندنا علامات تجارية مصرية ليها اسم رنان براء، فإزاي نقدر نحمي ده؟ أكيد حنلتقي وبعد بقى بنشوف إن شاء الله بكرة انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية. دكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شرفت نورتنا. مشاهدينا الكرام، خلصت فقرتنا، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. بعد الفاصل إن شاء الله موعدكم مع فقرتنا الطبية اليومية، انتظرونا. يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم في يوم جديد وصباح البلد. عنوان فقرتنا النهاردة أفضل طريقة لعلاج دوالي الخصية. في دراسات كثيرة تم إجراءها مؤخرا عن دور الدوالي في تأخر الإنجاب لدى الرجال، كمان في إحصائية تم نشرها في African Journal of Urology، المجلة الأفريقية للمسالك البولية، قالت أن معدل حدوث دوالي الخصية في مرضى تأخر الإنجاب حوالي 35%. وده موضوع مهم وهنناقشه النهاردة مع الضيف اللي منورنا النهاردة، القيمة والقامة العلمية الكبير الأستاذ الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، زميل University College London بإنجلترا، زميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، وعضو الجمعية الدولية لجراحات إصلاح مجرى البول. دكتور خالد صباح الفل على حضرتك، منورنا يا دكتور النهار. الله يخليك، صباح الخيرات. صباح الفل يا دكتور. يمكن يا دكتور موضوع دوالي الخصية موضوع انتشر كتير جدا في الفترة الأخيرة، بقينا بنسمع عن حالات كتير عن دوالي الخصية، بس الفاصل هنا في مين بيعرف بدري، مين بيتعالج بدري، مين بيحل المشكلة بسرعة قبل ما يمشي في طريقة غلط. عايزين نعرف في الأول يا دكتور من حضرتك تعريف دوالي الخصية إيه، يعني بحاجة مش علمية قوي، بحاجة عامة للناس اللي بتشوفنا النهاردة يفهموا معانا يعني ايه دوالي الخصية. طيب كويس خالص، انا مبسوط النهاردة ان انا مع حضرتك وان احنا هنتكلم عن موضوع مهم ومنتشر زي دوالي الخصيتين، وهو من اشهر الاسباب اللي بتؤدي الى تأخر الانجاب لدى الرجال، وفيها يعني حاجة مهمة قوي ان هي correctable cause او سبب يمكن علاجه. فاحنا دايما بنفرح لما نلاقي سبب يمكن علاجه، عشان بيبقى فيه امل في التحسن وفيه امل في الانجاب بعد كده. طيب نقول نبذة مختصرة كده برضو مبسطة للسادة المشاهدين، يعني ايه دوالي خصية؟ كلمة دوالي معناها أوردة متمددة ومتعرجة موجودة حوالين الخصية. يمكن كان في صورة ممكن نعرضها للسادة المشاهدين تورينا تعريف الدوالي دي عبارة عن ايه. ايوه دي الصورة، زي ما احنا شايفين الأوردة، بنعرف نقارن الناحية اليمين بالناحية الشمال. الأوردة اللي على ايدينا الشمال شكلها رفيع خالص، ده الشكل الطبيعي. والأوردة اللي على ايدينا اليمين اللي هي شمال المريض، يعني دي أوردة متمددة ومتعرجة اللي هي دوالي الخصية، زي بالظبط الدوالي اللي بتيجي في الرجلين ولكن بتيجي حوالين الخصية. طبعا الدوالي دي بتؤذي الخصية بشكل أو بآخر وبتؤدي إلى تأخر الإنجاب، وده موضوع قتل بحثا، يعني إن في ناس كتيرة دلوقتي تقولك لا ده ما بتأثرش. الدراسات زي ما حضرتك قلتي أثبتت إن هي منتشرة وإن هي فعلا بتأثر. طيب ايه الماجنتيود اوف ذا بروبلم، او ايه هو معدل انتشار المشكله وايه هي اهميه المشكله؟ زي ما حضرتك قلتي كده، الدراسات بتقول ان 40% من مرضى تاخر الانجاب الاولي سبب مشكلتهم الدوالي، و80% من مرضى تاخر الانجاب الثانوي سبب مشكلتهم الدوالي. تاخر انجاب اولي معناه انه ما خلفش قبل كده خالص، تاخر الانجاب الثانوي معناه انه بالظبط خلف قبل كده بس في مشكله في الطفل الثاني او الثالث. ف 40% و80% دي أرقام عالية جدا طبعا، يعني نص المرضى اللي ما خلفوش قبل كده مشكلتهم في الدوالي، و80% تقريبا
معظم المرضى اللي خلفوا قبل كده وعندهم مشكله في الطفل الثاني او الثالث سببهم الدوالي. لكن احنا في ناس كتيره بتبعت لنا بتقول لنا انتوا دايما بتهتموا بالدوالي، انتوا بتعملوا عمليه الدوالي كتير جدا. احنا بنعملها كتير جدا لان هي فعلا منتشره وهي سبب مشكله المريض، عشان كده لازم نتارجت المشكله عشان الامور تتحسن. طيب الدوالي بتاثر ازاي على تاخر الانجاب؟ زي ما شفنا في الصوره كده، الاورده المتمدده ديت ممكن تاثر على الخصيه باشكال كتيره. اولا ممكن ترفع درجه حراره الخصيه، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلق الخصيه بره تجويف البطن في كيس الصفن علشان تبقى درجه حرارتها نص درجه اقل من درجه حراره الجسم عشان ينفع يحصل فيها تصنيع حيوانات منويه. لما درجه حراره الخصيه تعلى يبقى تصنيع الحيوانات المنويه هيتاثر. صحيح. دي الفرضيه الاولى. الفرضيه الثانيه ان ممكن الدوالي دي لو كبيره قوي تضغط ميكانيكيا على الخصيه وبالتالي تؤدي الى ضمور في حجم الخصيه وبالتالي تؤدي الى ضعف في تصنيع الحيوانات المنويه. الفرضية الثالثة زي ما شفنا في الصورة، الدم الوريدي الفاسد الراكد في الأوردة المتمددة ديت في مواد سامة، المواد السامة دي المفروض بسرعة ترجع في اتجاه القلب والجسم يتخلص منها عن طريق الكلى وعن طريق الكبد. لما بتتراكم السموم ديت في الأوردة اللي حوالين الخصية بتؤذيها وبتؤدي إلى ضعف في وظيفة الخصية. الفرضية الرابعة immunological theory أو خلل في جهاز المناعة بيحصل بسبب الدوالي، بيكون أجسام مضادة بتضرب الخصية وبتضرب الحيوانات المنوية. دي الفرضيات اللي بتقول لنا إزاي الدوالي بتؤدي إلى تأخر الإنجاب. طيب بنشخص الدوالي إزاي؟ الدوالي تشخيص إكلينيكي قولا واحدا، يعني فحص المريض. لما أجي أكشف على المريض وأحس الدوالي بإيدي دي أكتر حاجة بتشخص الدوالي. في حاجة إضافية بنعملها أشعة الدوبلر على كيس الخصية، دي بتقول لنا الدوالي درجتها قد إيه وحجم الخصية قد إيه وفي ارتجاع في الدم في الدوالي ديت ولا لأ. الشاهد إن الفحص الطبي والأشعة بتاعة الدوبلر هم اللي بيوصلونا لتشخيص الدوالي، مكملين لبعض بالظبط. والقصة هنا أو النقطة المهمة هنا إن الحاجات دي بتعوز خبرة طبعاً. يعني لو طبيب ما عندوش خبرة أو مش متخصص عنده خبرة في حاجات تانية بس الدوالي لأ، لو كشف على المريض ممكن ما يعرفش أن عنده دوالي أو يقوله دي دوالي بسيطة مش محتاجة تتعمل وهي دوالي مأثرة عليه. برضو فحص الدوبلر على كيس الخصية بيعوز خبرة، في أشعات كتيرة جدا جدا بتجيلنا في المركز بنلاقيها مش ماشية مع الكشف الطبي. يعني أشعة بتقول أن عندي دوالي ولما أكشف ملاقيش، او العكس أشعة بتقول ان انا ما عنديش دوالي ولما اكشف عليه الاقي. فالمعروف ان السونار والدوبلر ده اوبريتور ديبندنت. اوبريتور ديبندنت يعني بيعتمد على الدكتور اللي بيعمل الاشعه. لو عنده خبره هيعملها مظبوط، لو ما عندوش خبره مش هيعملها مظبوط. فالكشف الطبي واشعه الدوبلر دي اهم حاجه بتشخص وجود الدوالي. تمام. طيب لو هنتكلم يا دكتور على طرق العلاج، هل في النهارده طرق علاج محدده او طرق واضحه جدا لعلاج دوالي الخصيه؟ وهل النهارده المريض محتاج تكنولوجي معينه موجوده علشان العلاج يبقى احسن واسرع، ولا هي طريقه تقليديه موجوده يعني مفيش اي تكنولوجي يعني جديده؟ انا بحيي حضرتك جدا جدا على السؤال ده وصيغته. هو فعلا في طريقه افضل في علاج الدوالي وفي تكنولوجي موجوده هي اللي بتحسن النتائج. الدوالي ممكن تتعمل بطرق كتيره جدا، ممكن تتعمل بالاشعه التداخليه. تمام. ممكن تتعمل بمنظار البطن. ممكن تتعمل بالجراحه العاديه، ممكن تتعمل بالجراحه الميكروسكوبيه باستخدام الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي. ففي طرق كتيره جدا ممكن نعمل بيها عمليه الدوالي. كل الابحاث اجمعت ان الجراحه الميكروسكوبيه باستخدام الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي هي افضل حاجه. لكن كان في بحث انا عملته يعني في المركز عندنا عايزين نوريه للساده المشاهدين. البحث ده كان بيقيم نتائج الجراحه الميكروسكوبيه باستخدام الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي، ولقينا ان نتائجها ممتازه جدا وهي افضل شيء. دوت البحث المنشور في جورنال اوف اندرولوجي اللي احنا شايفينه على الشاشه، وديت يعني مجله مرموقه جدا 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 في امراض الذكوره، ونشرت البحث واعتمدت الطريقه ديت ان هي افضل طريقه. كان البحث اسمي موجود عليه واسم دكتور خالد سالم برضو، احنا عملناه في المركز عندنا. دي الطريقه الافضل. التكنولوجيا بقى بتفيد في ايه؟ الميكروسكوب الجراحي بيكبر الانسجه جدا جدا فاعرف اميز الدوالي المفروض تتربط عن الشريان المغذي الخصيه المفروض نحافظ عليه. الدوبلر الجراحي نفس الكلام، جهاز بسيط كده عامل زي القلم بحطه على الحبل المنوي بيخليني اميز الوريد الفاسد اللي المفروض يتربط عن الشريان المغذي للخصيه المفروض احافظ عليه. تمام. يمكن كان في فيديو بسيط كده ممكن نعرضه للساده المشاهدين
يبين طريقة الجراحة الميكروسكوبية باستخدام الميكروسكوب الجراحي ازاي بنربط الدوالي. هنا ده الحبل المنوي. بنبدأ ندليفر الحبل المنوي ونطلعه من جرح بسيط جدا جدا في منطقة العانة. الحاجات اللي لونها أزرق دي هي الدوالي اللي المفروض تتربط. تمام؟ طبعا هي في الطبيعي مفيش لون أزرق ولون أحمر، هي كلها لون بعض. فأنا بميز اللي بالأحمر ده الشريان المغذي للخصية. الوعاء الناقل أنا شايفه دلوقتي دوت الوعاء اللي بينقل الحيوانات المنوية. كل دي ستراكشرز وكل ديت حاجات أنا لازم أميزها. لازم أعرف فين الشريان المغذي للخصية فأحافظ عليه، وفين الدوالي اللي بتؤذي الخصية فأربطها كلها وما سيبش منها حاجة. تمام. بدون استخدام التكنولوجيا الجديدة دي اللي هي الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي هيحصل حاجة من اتنين. يا إما هربط جزء من الدوالي واسيب الباقي فيحصل ارتجاع للموضوع للمشكلة، أو بالغلط هربط الشريان المغذي للخصية فتحصل مشاكل ويحصل طبعاً ضمور ويحصل تدهور في تحليل السائل المنوي. فالطريقة ديت الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي هي الطريقة الأفضل نتيجة والأفضل في نسب حدوث الحمل الطبيعي كمان. تمام. يمكن الميكروسكوب الجراحي موجود في مراكز كتيرة، موجودة في بعض المراكز، موجودة في مصر وبره مصر، ولكن الدوبلر الجراحي أنا بفخر جدا جدا إن هو مش موجود غير في مركز مصر للذكورة. احنا بنجيبه يعني بمعاناة شوية من بره، من الحاجات فعلا اللي بتميز مركز مصر بالظبط. أنا كنت شغال في إنجلترا، كان عندنا الميكروسكوب الجراحي وما كانش عندنا الدوبلر الجراحي. تمام. يعني حتى في أماكن في أوروبا وفي أمريكا مش متوفر الدوبلر الجراحي ده. مش متوفر. بيجي لنا مرضى دلوقتي من بره مصر كمان، يعني جالي كذا مريض من فرنسا، جالي كذا مريض من إيطاليا، بيقول لي الكلام ده مش موجود هناك واحنا جايين نعملها هنا. فدي من دواعي الفخر، يعني ان احنا عندنا احدث تكنولوجيا موجوده في العالم احنا بنوفرها لمرضانا في مركز مصر للذكور. تمام. وده يا دكتور يمكن حاجه تغير مفهوم عند ناس كتير قوي، ان مش الدكاتره اللي بره مصر هم اشطر دكاتره او احسن دكاتره او احسن مراكز هي موجوده بره مصر. لا، احنا عندنا هنا دلوقتي بقت حاجات مش موجوده بره مصر، يمكن دي نغير بيها الثقافه شويه ان احنا نسافر بره للعلاج، لان الناس دلوقتي بتجيلنا لدكاترتنا والمراكز الموجوده عندنا هنا في مصر من بره كمان زي ما الدكتور بيقول، من اوروبا ومن يعني من بلاد كتير مختلفه. فدي برضو يعني حاجه احنا نفخر بيها دلوقتي. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا سافرنا بره وشفنا كل حاجه وجبنا التكنولوجيا دي من بره. لما كنت شغال في انجلترا لما كان بيجي لهم حاله دوالي كانوا بيسيبوها لي. يعني هم عندهم هم متحفظين شويه كونزرفاتيف. لما بيجي مريض الدوالي اقول له اصبر شويه، خد علاج، طب اعمل اشعه تداخليه، طب انا عملت كل ده وما اتحسنتش، خلاص انا المفروض اعمل العمليه، خلاص كانوا ايه يسيبوني بقى نعمل القصه دي. احنا عندنا المصري الاصيل بتاعنا يعني بالظبط. هم الحالات دي هنا يا دكتور انتوا على طول نعملها كتير. هو زي ما بيقولوا دايما practice makes perfect. انت اجراء معين انت بتعمله كل يوم على طول. خلاص انت بتبقى ماسترنج التكنيك. صحيح. بتعرف تعمله ازاي. لا مهما كنت في مركز متقدم في اي حته في العالم وبتعمل الجراحه دي مره كل سنه او مره كل سنتين هتبقى النتائج ضعيفه جدا. تمام. طيب هل يا دكتور في حالات خاصه لمرضى دوالي الخصيه، يعني في حالات كده بتكون منفرده شويه عن بقيه الحالات نتكلم عنها؟ طبعا في حالات خاصه. الحالات السيناريو الطبيعي إن حد اتجوز وبعد الزواج حصل تأخر في الإنجاب وكشف فلقى إن في دوالي خصية. في حالات خاصة بقى ممكن نتكلم عليها، زي مثلا دوالي خصية في الأطفال والمراهقين. تمام. دي حالة خاصة. دوالي الخصية مع انعدام الحيوانات المنوية. أنا ما عنديش حيوانات منوية خالص وعندي دوالي، دوالي كمان. أعملها ولا ما أعملهاش؟ دوالي الخصية مع الألم. دي برضو نقطة مهمة جدا. هنحاول نتكلم عليهم بسرعة واحدة واحدة. رقم واحد، دوالي الخصية الأطفال لدى الأطفال والمراهقين. يمكن جالي مريض الأسبوع اللي فات عنده 20 سنة ومامته جت معاه، هو كان من السويس، مامته وباباه قالت لي يا دكتور ابني عنده الدوالي من هو عنده 5 سنين ودلوقتي بقى عنده 20 سنة وعملنا له تحليل لقيناه صفر. فبكشف عليه لقيت الدوالي كبيرة جدا، ضخمة جدا جدا جدا، وفي ضمور شديد في الخصيتين. فطبعا ده خطأ قاتل. طبعا الطفل لو عنده دوالي لازم يروح للمختص ونكشف عليه. لو لقينا الدوالي دي كبيرة جدا وعملت ضمور في الخصية أو الخصية ما بتكبرش بالمعدل الطبيعي يبقى عمله العملية دلوقتي وما استناش عليه. وهو صغير بالظبط. مشكلة الطفل والمراهق إيه؟ إنه لسه ما بلغش. فمش هيعرف يديني تحليل سائل منوي أعرف منه الدوالي دي مأثرة على التحليل ولا لأ. صحيح. فأنا لو انتظرت لغاية ما يبلغ ويكبر ويتجوز هتكون أكبر له المشكلة جدا. يعني الدوالي بقى لها 20 سنة مأثرة عليه. فأنا ما انتظرش لغاية ما يحصل له ضمور تام في الخصية. صحيح. أكشف عليه. لو لقيت الخصية صغيرة حصل فيها ضمور ما بتكبرش بشكل
بشكل طبيعي زي اختها بتاعه الناحيه الثانيه يبقى اعمل له الدوالي دلوقتي. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، الدوالي مع انعدام الحيوانات المنويه. الموضوع ده كان ديبيتابل جدا وكان فيه خلاف واتعمل كم ابحاث رهيب في النقطه ديت، وخلصت في الاخر ان لو مريض انعدام الحيوانات المنويه عنده دوالي محسوسه اكلينيكيه يعني الدرجه الثانيه او الثالثه، يبقى لازم يعملها قبل ما يعمل المسح الميكروسكوبي. تمام. عشان عمليه الدوالي ممكن تطلع حيوانات منويه بشكل طبيعي او على الاقل تحسن فرص نجاح المسح الميكروسكوبي بعد كده. تمام. فلو انعدام حيوانات منويه وعنده دوالي محسوسه اكليكين يبقى يعمل عمليه الدوالي الاول. الدوالي الاول. رقم ثلاثة، الالم. لو واحد عنده دوالي، الدوالي بتعمل حاجه من اثنين، يا اما بتعمل ضعف في وظيفه الخصيه وتاخر في الانجاب، او تعمل الم. الدوالي مع تاخر الانجاب ما فيهاش خلاف، لازم تتعمل. الدوالي مع الالم، انا بقول للمريض الكلمه دي، حضرتك اللي هتقول مش انا اللي هقول. لو الالم ده شديد جدا، مأثر على حياتك، مش عارف تعيش حياتك بشكل طبيعي، مش عارف تروح الشغل، الوجع مستمر، يبقى انا نعمل عمليه الدوالي. لو الالم ده بسيط، يعني بينتهي بمسكن بسيط بيروح ويجي مش مستمر على طول، يبقى نمشي كونزرفاتيف وناخد علاج وناخر شويه عمليه الدوالي. تمام. دكتور، يعني كان لسه للاسف معانا اسئله كتير لحضرتك، الموضوع كبير ومحتاجين فيه تفاصيل ومعلومات كتير من حضرتك، ان شاء الله نكملها في حلقات تانية قريب جدا. تشرفنا فيها يا دكتور، شرفتنا ونورتنا النهارده، ميرسي جدا لوجود حضرتك معانا. كان منورنا النهارده الاستاذ الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره، زميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بانجلترا، زميل كليه الجراحين الملكيه بجلاسكو بانجلترا، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه المسالك البوليه، وعضو الجمعيه الدوليه لجراحات اصلاح مجرى البول. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من صباح البلد.